الناس علاش ما تدوش الباب علاش زين ما تخافيش ما تخافيش إذا تحية طيبة مشاهدينا ومرحبا بكم في بث مباشر جديد. إذا حنا برفقة جوتمان الضحية اللي توفى البارح إثر فاجعة كبيرة هزات قلوب المغاربة كاملين، فاجعة انفجار قنينة الغاز الصغيرة. مشاهدي قناة شوف تيفي، حنا برفقة جوتمان الضحية، ضحية الشاب في مقتبل العمر اللي توفى أمس إثر فاجعة انفجار قنينة غاز الصغيرة. اللي ما قدروش يديوه للبيت ديالو لاكتضاض الناس. مشينا وشفنا وراقبتوا معانا المباشر الأول، اكتضاض كبير وساكنة كبيرة جاو من كل الأماكن، من كل يعني مدينة الدار، مدن كل مدن المملكة المغربية باش يحضروا لجوتمان الفقيد. فالضحية هو أب متزوج لطفلين، الأم ديالو محروقة من جيتو، ما قدرش ينسى الأمر وما قدرش يعني تفكر الطريقة المرعبة اللي توفى بها الإبن ديالها. فالله يصبرهم، الله يدخلوا إن شاء الله الجنة يا ربي. وكذلك شفنا الزوجة ديالو، هي على حسب ما قالت أنه كان كيعاملها أحسن معاملة. مشاهدينا احنا متوجهين برفقة جوتمان الضحية الى مقبرة الغفران. اذا تعازينا الحارة للزوجة ديالو ولكل أفراد الأسرة ديالو. إذا
فاجعة مرعبة هزت قلوب المغاربة، وصراحة أثر فينا بالطريقة المرعبة اللي توفى بها. إذن فاجعة هزت الحي المحمدي أمس إثر انفجار قنينة غاز من الحجم الصغير، وكنشير مشاهدينا أن الزوجة ديالو ما قدرتش ننسى المعاملة ديالو، المعاملة اللطيفة اللي كان كيعاملها به. هو أب لطفلين مازالين صغار، وحتى الساكنة المجاورة كتشكرو، يعني بقى ألمها الأمر، ألمها يعني الطريقة باش توفى الفقيد. إذا مشاهدينا، احنا برفقة العائلة ديالو متوجهين إلى مقبرة الغفران. يعني ماشي غير العائله اللي كاينه، فمجموعه ديال الناس جاوا من جل المناطق باش يعزيو في الفقيد. اذا مشاهدينا، كما كتعرفوا انه ايضا تحرق واحد السيد اللي هو شويه كبير في العمر، والان هو ناعس في المستشفى بالحياه والموت. فالله يصبر عائلته، واخا الزوجه ديالو ما قدرتش تصبر، كيف ما كتعرفوا ان قنينة الغاز صغيرة كتسبب في العديد من الكوارث. الفقيد كان غير مار من نفس الدرب اللي وقعت فيه الفاجعة. No.
عثمان الضحية والعائلة ديالو إلى مقبرة الغفران. كما كتعرفوا فاجعة أمس اللي زادت المملكة المغربية بأكملها واللي وقعت في منطقة الحي المحمدي، توفي شاب متزوج في مقتبل العمر، أب لطفلين، إثر انفجار قنينة غاز صغيرة. مشاهدي قناة شوف تي في، احنا معكم مباشرة في مقبرة الغفران. الوصول جثمان الضحية.